ما أجمل منطقة وادي الحلو التي تزخر بالعديد من الآثار التاريخية القديمة، حيث تحتضن المنطقة قرية تراثية ومنطقة بيوت أثرية وموقعا لبيوت الحجر وعددا كبيرا من الحصون والقلاع المنتشرة على قمم الجبال. أعزائي المشاهدين متابعينا الكرام، كما عودناكم في برنامجكم في عيونهم أن احنا نبحث لكم عن الأماكن الجميلة في المنطقة الشرقية ونرسم لكم المعلم والمكان، سواء كان تاريخي ولا أثري ولا حضاري، ونعطيكم فكرة ولو بسيطة جدا عن هذا المكان من باب التشويق وتحفيزكم أنكم تبحثون وتزورون هذه الأماكن الجميلة في بلادنا. اليوم أنا مريت في وادي الحلو، ولوحتنا بتكون من وادي الحلو، واللوحة عبارة عن قلعة على قمة جبل في جبال وادي الحلو. طبعا احنا ما قدرنا نوصل للمكان هذا لوعورة الطريق، لكن ممكن نستخدم الكاميرا الجوية ونصور الأماكن اللي يصعب علينا احنا نوصلها وبعدها نرسمها. تابعونا اليوم في حلقتنا وقلعة وادي الحلو. توجد على أحد الجبال في منطقة وادي الحلو تلك القلعة التاريخية، والتي تعد واحدة من المواقع الأثرية والتاريخية ليس فقط في هذه المنطقة وإنما بالمنطقة الشرقية لإمارة الشارقة كلها. تشتهر المنطقة الشرقية بإمارة الشارقة بكثرة القلاع والحصون التاريخية، نظرا لبنائها قديما في أعلى قمم الجبال لتكون عينا يكشف من خلالها مداخل ومخارج المنطقة لتأمينها ومعرفة كافة المعلومات المتعلقة بالحراسة.
كانت القلاع والحصون وأبراج المراقبة قديماً تبنى لأهداف عديدة، منها التأمين والدفاع العسكري، ومنها الاستخدامات المجتمعية، حيث كان يتم من خلالها بث المعلومات العامة كبث أخبار الوفاة أو الزواج أو تقصي هلال رمضان وغيرها. اتخذت القلاع قديما في المنطقة الشرقية نمطا يميزها عن كثير من القلاع والحصون الأخرى، إذ شيدت بأسلوب معماري وهندسي يحاكي الطبيعة المحاطة بها، فإذا بنيت في مكان جبلي بنيت بأحجار وصخور الجبال، وإن شيدت بمنطقة زراعية بنيت بمزيج بين الطين وسعف النخيل. تعتبر القلاع والحصون التاريخية واحدة من الوجهات السياحية المفضلة لدى زائري الدولة، حيث يأتي إليها المئات سنوياً لمشاهدة المناظر الخلابة والتقاط الصور التذكارية، فضلاً عن محاولة التعرف على أصل وتراث الدولة وسكانها القدماء. تنتهي حلقتنا اليوم ولوحتنا، ويبقى وادي الحلو حلو. نشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة.